أنا الحقيقة شفت كتاب حضرتك الأخير عن المرأة الفرعونية، ودي فرصة إن احنا نتكلم عنها بشكل مكثف. أهم ما في هذا الكتاب إيه؟ أهم ما في الكتاب إنه مش كتاب أنا كاتباه لوحدي، في 24 عالم وعالمة، أغلبهم من السيدات، يعني يمكن واحد راجل بس في المجموعة اللي نشر الأبحاث معانا. فالمهم في الموضوع إنه كذا وجهة نظر عن كذا موضوع صغير عن المرأة في مصر القديمة، لأنه سواء المرأة في مصر القديمة أو في المجتمع الحالي مش ممكن نعمم أي حاجة عن المرأة، لأن في اختلاف طبقي، في اختلاف في الثقافة، في اختلاف في المدة الزمنية أو الحقبة اللي عاشت فيها. فكتاب بيبص بنظرة نقدية على الحاجات اللي كانت اتقالت عن المرأة في مصر القديمة قبل كده، وكمان بيقدم اكتشافات جديدة. ال 24 عالم وعالمة الأثريين المشاركين في الكتاب بيقدموا أبحاث جديدة، لأن في كذا حد من المشاركين في الكتاب لسه مخلصين درجات الدكتوراه بتاعتهم في جامعات في أوروبا وفي أمريكا زي السوربون أو جامعة جنيفا، فدي بتبقى دراسات لسه ما اتنشرتش في حتة تانية، وعارفين إنها على أعلى مستوى من الدقة كمان. و فكان فرصة هائلة جدا ان هم يشاركوا معانا. الاول كان في مؤتمر اتعمل في الجامعة الامريكية في اكتوبر 2019، وبعد كده الكتاب طلع في اكتوبر اللي فات 22. يعني ممكن اقول مثلا انه هذا الكتاب سيضيف لمعرفتنا بوضع المرأة المصرية القديمة؟ هيضيف كتير. هيضيف كتير، لانه للأسف الدراسات اللي اتعملت على المرأة المصرية قبل كده، اول حاجة اغلبها ناس اجان من امريكا واوروبا مش من مصر. انا الاديتور، انا المحرره بتاعت الكتاب، فبرضو يعني حاسه ان عندي نظره مختلفه طبعا باعتبارك مصريه كمان ومتحيزه، مختلفه مؤكد. متحيزه للادله المصريه، يعني مثلا الفصل اللي انا كتبته بيبص بنظره نقديه على ازاي العلماء اللي جم قبل كده بينكروا تماما ان المراه المصريه القديمه كانت بتعرف تقرا وتكتب، حتى لما بيبقى في ألقاب لكاتبة، واحدة كاتبة بتاء التأنيث بالآخر، يقولوا لا ما يمكن دي غلطة عشان الحبر وقع منهم، عشان دقوا على الحجر من غير ما يقصدوا. بس ده في جداريات يعني بتؤكد أنه كان في حتى فصول دراسية للمرأة وللرجل. هي دي شوية مشكلة، كان في تلامذة، يعني في تلامذة طبيعي، بس هي مصر عشان جواها حلو، فالتعليم الابتدائي والثانوي زي ما في الكرة المصرية من فترة مش بعيدة كانوا بيجتمعوا في كتاب، ممكن يبقى في حوش منزل الشيخ أو أي حد تاني في القرية، نفس الشيء في مصر القديمة عشان جو حلو قوي ما عندناش مباني للمدارس. اللي موجود دلائل على مدرسة المعبد اللي هي على مستوى جامعة سوربون ولا هارفارد، اللي هو تعليم عالي جدا جدا. مدرسة المعبد، مدرسة يعني المعبد. مدارس ملحقة بالمعابد الفرعونية. دي كانت لتخصص دقيق جدا، سواء في الديانة أو في الطب أو في علوم الفلك أو الهندسة، فطبيعي أنه مستوى معرفة الناس بالقراءة والكتابة يختلف. يعني درجات مختلفة من الأمية، أو بمعنى إيجابي أكتر درجات مختلفة من العلم. كل الناس اللي بصوا قبل كده على دلائل مصر وضع المرأة من ناحية الأمية أو القراءة والكتابة بصوا عليها بس من ناحية مدرسة المعبد، متناسين تماما أنه ممكن يكتبوا البعض جوابات صغيرة، ممكن يكتبوا البعض وصولات، ممكن يكتبوا البعض نوتس مختصرة. وده في منه دلائل كتيرة، ده غير أنه في سيدات كاتبات كانوا بيشتغلوا عن سيدات أميرات أو ملكات من ضمن الحاشية بتاعتهم. طب عن الحياة مثلا الاجتماعية أو الأسرية ممكن نقول إيه عن المرأة الفرعونية أو في هذا العصر؟ ما نعرفوش قوي يعني. ممكن نقول كتير الحقيقة، يعني زي مثلا إنه في اتنين من الكتاب المشاركين في الكتاب بتاعي اتكلموا بالأخص على العقود المكتوبة باللغة الديموطيقية، وهي زي خط يعني ما بين الفرعوني واليوناني من الحقبة الزمنية، أيوة، إنما هو خط مصري بس خط مشبك قوي ومختصر قوي، زي لما كانت الناس بتعمل شورت هاند مثلا. الديموطيقي
الديموتيكي. فالعقود من الفترة دي اللي هي عصر متأخر وأول عصر البطلمي بتبين إن السيدات كانوا بيورثوا عزب وأطيان وبيوت وبيورثوا للي هم عايزينه كمان. يعني نمرة واحد كان في حق ملكية للمرأة، حق ملكية للمرأة لكل حاجة، مش بس منقولات إنما كمان مباني وعقارات وأطيان. بس ده من زمان، مش بس من العصر المتأخر، ده من موثق من بدري قوي. إنما الفرق في العصر المتأخر إن كان في سيدات بتسلف فلوس بفايدة وهم قاعدين في البيت. فكان في كذا سيدة موجودة في العقود دي، ده شغلتهم وده مكسب يعني معيشتهم. يعني زي بنك صغير يعني. بنك صغير. مايكرو فاينانس. طب إيه يعني الوظائف التي كانت يعني تقوم بها أو تشغلها المرأة في العصر الفرعوني؟ هو العصر الفرعوني 3000 سنة، فالدنيا اتغيرت في 3000 سنة. لو كان دلوقتي في العصر الحالي اللي احنا فيه ده، الدنيا بتتغير في 30 سنة أو 300 سنة، ففي 3000 سنة الدنيا اتغيرت. بس الحاجة المستديمة دايما إن هما كانوا في صناعة الغزل والنسيج، أغلبهم من السيدات، وحتى رئيسة المشغل بتبقى سيدة. وفي جواب من الأسرة الـ 12 رئيسة مشغل معين بتبعت جواب للملك بتبستفه ان ليه ما بعتلهاش السبلايز ولوازم الشغل اللي محتاجينها، لان الشغل متعطل، واتفضل حضرتك ابعت عشان نعرف ننجز ونسلم الطلبية في الوقت المناسب. وفي كذا جواب من هذا القبيل من الأسرة الـ 12 وبعد كده من الأسرة الـ 19 عصر الرعامسة. فالغزل والنسيج صناعة دايما، وكان في النائحات professional mourners اللي هي بعد موت الفرد كانوا يقوموا بعملية معددات، يعني نواح زي ما بيقولوا دلوقتي في المعددة، يعني المعددة. بس في مصر القديمة كان ده حاجة ضرورية عشان المتوفي يبقى عنده رجاء في الحياة الآخرة، لأن من ناحية السيكولوجية حتى إنه لما ناس بتنفث عن حزنها بالكامل بيبقى في مساحة بعد كده للفرح، لمشاعر تانية. فهم ما كانوش فاهمين طبعا علم نفس وقتها، بس بالطبيعه كان لازم يبقى فيه معددات، وكانوا بيبقوا بيشتغلوا في مجموعات مش واحده لوحدها، ودايما كل المقابر وكل البرديات عليها الصور، لان الجنازه ما تبقاش كامله من غيرهم. فجزء اساسي من طقوس الدفن انه يبقى فيه نواح وصريخ وارجع ارجع 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 يا حبيبي ارجع، عشان يرجع في الحياه الاخره في البعث.